مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكل من يتابعنا عبر القنوات السعودية الرياضية وفي هذا اللقاء الخاص، وأيضا ضمن توقيتنا لرالي حائل لهذا العام، متواصلين في رصد جميع ما يتعلق بهذا الرالي، ولكن اليوم هناك رصد خاص يتعلق بعراب هذه النجاحات وهذه الإبداعات التي تقدم من خلال منطقة حائل والنموذج الذي يحتذى به من خلال رياضة المركبات الصحراوية. في البداية خلوني أرحب بصاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل. أهلا وسهلا فيك طارق. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك أنك أعطيتنا من وقتك، وعارفين الوضع عندك، ولكن شكرا للطفك وتعاونك. أبدا، على الرحب والسعة. سمو الأمير، إحنا أساس نتكلم بشكل مباشر، يعني لاحظ من خلال 15 عام الماضية كان فيه قفزة نوعية في الاقتصاد في منطقة حائل. طبعا هذا من خلال متابعة الحضور للمنطقة، هل ترى أن رالي حائل له أثر كبير في يعني على اقتصاد المنطقة؟ ما في شك، مثل هذه المعطيات أعتقد أنها تثري أداء أي منطقة تكون بها. احنا نقول مثل هذه الفعاليات نعتبرها دائما وسائل من أجل إثراء القدرة المحلية في المنطقة، ومن ضمنها القدرة الاقتصادية. أنا أعتقد أنها الرالي تحديدا وما هو على مثاله يترك قدر كبير حقيقة من الحراك والتنمية الاقتصادية سواء في القطاع الخاص، وكذلك ينعطف على أداء دور القطاع العام الحكومي. اليوم منظومة الرالي أعتقد أنها مكنت القطاع الخاص ومكنت كذلك القطاع الحكومي في وضع منظومة تناغمية في أسلوب الأداء. احنا نحكي على إرث ل17 نسخة. 17 نسخة أعتقد أنها أفرزت إفرازات رائعة وجيدة من قدرة أبناء المنطقة لاحتضان مثل هذه الفعاليات. هذه تؤهلهم أن يكونوا مؤهلين إلى احتضان أكبر من هذه الفعاليات. أصبحت الخبرة اللي كنا يعني نستوردها من الخارج الآن أصبحت ممكنة لابن الوطن، وهذا أعتقد أنه من أهم السمات اللي انعكست من خلال ظل الرالي ومثلهم الفعاليات. ما في شك، يعني مثل ما تفضلت ورجعة تحديدا على سؤالك، وأنا بقولها يعني أتذكر وارجع بذاكرتي إلى أول رالي أقيم، وأبقف الآن أول رالي أقيم كنا في أزمة في مواقع ودور الإيواء في حائل، لم نجد، وخرجنا بأطروحة أن نجعل مخيمات وما شابه ذلك لاستيعاب التعداد اللي سيأتي إلى المنطقة. اليوم الحمد لله من فضل الله أعتقد أنه حائل لا تعاني من كم النزل اللي موجودة فيها. قد نكون نبحث في المستقبل على نوعية النزل وليس افتقار النزل اللي موجوده. هذه من الاشياء البسيطه. طبعا انا لو انا بحكي على موضوع الايواء، موضوع الاسواق، موضوع التموينات، موضوع غيره وغيره وغيره من امور انعكست، حتى يعني ورش حائل اليوم لها علاقة في موضوع الرالي أساسية. كل هذه الأمور أعتقد أنها تفتح أفاق كبيرة في الحراك، وتجعل حقيقة بوصلة المشاهدة تتجه اتجاه زاوية معينة تثري أنت من خلالها جميع هذه المعطيات اللي تنعكس. يعني احنا نقول ما هي علاقة الرالي في السياحة، ما هي علاقة الرالي في الآثار، ما هي علاقة الرالي في المجتمع، ما هي هل الأمور هذه كلها
يجب أن يكون الرالي هو وسيلة إلى تقديمها وإبرازها. من خلال الكلام اللي تحدث فيه سمو الأمير، الرالي حالي يعني تقريبا أصبح مرحلة مراحل كأس العالم، وهذه المرة الثانية طبعا خلاف اللي كان في 2008. نعم. الآن هذه المرحلة الثانية ويتم تتويج بطل العالم في حال. نعم. ماذا يعني؟ يعني الكثير، يعني جهد بذل لمدة 16 عام، نسخة 17 من حينما كنت نائب لسمو الأمير سعود، وسمو الأمير سعود حقيقة يعني هو عراب هذه الأطروحة، وأعتقد أنه ما انعكس في 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 أداء الرالي لم يكن حقيقة اليوم البطولة اللي نشهدها ما هي لرغبتنا، هي لاعتراف الآخر بنا، اعتراف الآخر بقدرة المنطقة، اعتراف الآخر بأن حائل تستحق أن تكون فيها بطولة عالمية ولديها الإمكانية ولديها الخبرة. حائل إحدى نوافذ هذا الوطن العظيم اللي الحمد لله يزخر بقدرة أبنائه، بتطلعات ولاة أمره، هالإمكانيات اللي موجودة الحمد لله في 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 تحت الأرض وفوق الأرض وفي سمائه. جميع هذه الأمور تأخذ هذا الوطن إلى موقع الصدارة، ونحمد الله لدينا قيادة اليوم تثري هذا العمل وتدفع الجميع أن يكونوا حقيقة في مكان من الأهمية. أنا دائما أقولها الحمد لله إن ننتمي إلى 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 هذا الوطن العظيم اللي الحمد لله نفتخر بقيادته، نفتخر في تكوينه، ونفتخر في أبنائه اللي الحمد لله اليوم يسطروا هذه الملاحم، ليس في 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 موضوع أو 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 عمل معين، في كل المنتحيات وجدنا أبناء الوطن الحمد لله لديهم القدرة. منصة الرالي هي منصة واحدة من آلاف المنصات اللي بإمكانه يتوج فيها ابن المملكة العربية السعودية. سمو الأمير، فيه طبعا من خلال المشاركة الآن وأيضا مشاركة العنصر النسائي لأول مرة بنفس السبع متسابقات، ثلاث من بنات البلد من المملكة السعوديات، غير سموكم أن العنصر النسائي سيكون إضافة للرالي. ما في شك، يعني العنصر النسائي هو إضافة في جميع أطروحاتنا، يعني العنصر النسائي هو نصفنا، نصف كل مجتمع يعني، واليوم أعتقد هو لا يضيف، هو يثري أي أطروحة. اليوم الحمد لله نجد يعني ابنة الوطن في أعلى المناصب، ونجد ابنة الوطن تشارك في البطولات الدولية، ونجد ابنة الوطن تضع بجواري هاللبنة اللي أنا أحطها. الجميع الوطن حق مشاع للجميع، وحب الوطن حق مشاع للجميع. اليوم مشاركة نصفنا، يعني مستحيل أنت كشخص أنك تتحرك بقدراتك بنصف وشال النصف الآخر. اليوم بناتنا يعني نفتخر بهم ونتطلع أن تكون لهم إن شاء الله إضافات، ما هو على المستوى الرياضي فقط، على جميع المنتحيات. من خلال هذا الحديث برضو أيضا أبناء تحدثنا عن حائل وعن ما قدمته حائل، الآن أيضا أبناء حائل اقتحموا العالمية بشارك الأب طبعا صالح السيف ويوسف الشمري في هذه البطولة المنافسة على بطل العالم، الخبرات المتراكمة لهؤلاء الأبطال أوصلتهم للعالمية؟ ما في شك الجميع، يعني أنتوا سمعتوا لقاء حتى يزيد الراجحي، يعني قال أنا بدايتي من رالي حائل. صحيح. يعني رالي حائل حقيقة أنا أعتقد أنه أثرى الجميع ومكّل الجميع
منصة يستطيع أن ينطلق منها ويتعامل بها يعني يطأ الميدان الدولي من بابه الواسع. فرالي حائل ما في شك انعكس على رياضة السيارات، انعكس على تقديم ابن الوطن، وانعكس ذلك على تفعيل دور قدرات ابن منطقة حائل. اليوم أبناء منطقة حائل، أنا بالنسبة لي دائما في جميع طروحاتي، وهذا أنا سعيد فيه قمة السعادة، دائما أجدهم من أهم المحاور، وهم بالفعل بالنسبة لي أهم محور دائما في أي أطروحة تنموية، رياضية، مجتمعية، زراعية، سمي ما شئت. ويعلم الله يعني إذا بنحكي على رالي حائل تحديدا، ما أفرزوه شباب الوطن وأبناء الوطن من خلال أجندة الرالي، لكن خارج الأجندة من أداء رائع كان في السنوات المنصرمة، كان حقيقة شكل اليوم أحد المفاهيم بالنسبة لنا اللي نرتكز عليها في إدارة الحدث. هذا واحد. اثنين، علمنا ما هي قدرة آفاق واتساع آفاق ابن هذا الوطن أن يكون شريك أساسي في أي أطروحة توضع. ثلاثة، أكد بما لا شك فيه ابن هذا الوطن أنه هو المساهم الأول في نجاح أي فعالية وأي أمر يقدم من خلال هذه الدولة أو المؤسسات الحكومية. كان هو حقيقة المؤشر الأول اللي نرصده ونتعامل معه في 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 كل نجاح تم سابقا وسيأتي في المستقبل، وعزز الثقة كذلك في ما في شك. ما في شك يا طويل العمر، أنا أعتقد أنه قدرة أبناء هذا الوطن لم تستغل بنسبة 5%، ما زال 95% يجب أن تفجر من داخلهم، ويجب أن تتاح لهم الفرص. أنا متأكد أبناء هذا الوطن حصان رهن لا يقبل الهزيمة، وأنا أتحدى على هذا الكلام. ثقتي بابن هذا الوطن ثقة عالية جدا، وأنا أتحدى فيه بتحدي ولاة الأمر. اليوم الحمد لله هذه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، اللي حقيقة من خلال برامج التحول قدم ابن الوطن هو في المعادلة رقم واحد. هذه الثقة عالية جدا، وثقة ولاة الأمر سمو ولي العهد دائما يعلنها، ابن الوطن هو المحور الأول. حقيقة هذه ما هي رغبة، هذه ثقة، ثقة من هذه القيادة في أبناء هذا الوطن، في أبناء هذا الوطن، والثقة في مكانها ليست رغبة، هي حقيقة يشاهدها ولي الأمر ونشاهدها نحن. بتحول شوي، لأنه كان في الأول عندنا يعني إيقاف الفعاليات المصاحبة. ما فيه يا طويل العمر إيقاف الفعاليات المصاحبة، حنا على قولهم المسألة أشبه بموجات البحر، يعني بين مد وجذب. الفعاليات المصاحبة عامة بشكل أو بآخر ترتبط في مواسم الإجازات، هي تؤكد نجاحها. من دخلنا حنا انتحينا من رالي حائل المحلي إلى رالي حائل الدولي. رالي حائل الدولي خرج من رزنامتنا نحن وأصبح في الرزنامة الدولية، وهذا قد يكون في وقت اختبارات، وقد يكون في وقت دراسة، وقد يكون هذا من جهة. الجهة الأخرى إن شاء الله ليلة البارحة كنا نعيد صياغة اللجنة العليا لرالي حائل. اليوم المعطيات اللي موجودة والساحة اللي موجودة
اختلفت تماما. يجب أن يكون في شركاء آخرين في 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 تفعيل هذه الأدوار، وسيكون إن شاء الله من ضمن اللجنة العليا الجهات المعنية في موضوع الفعاليات المصاحبة وما شابهها. اليوم أنا أعتقد أنه المذاق حتى بالنسبة للفعاليات المصاحبة لدى الجميع اختلف من من مما كان عليه معهود سابقا. يجب أن تكون هناك فعاليات نوعية تثري الأطروحة العالمية والدولية. أنا أعتقد أنه في المستقبل يجب أن تكون هناك ورقة هامة معناه بالفعاليات المصاحبة، لكن في نفس الوقت يجب أن تحقق معدلات اقتصادية معينة من أجل استمرارها. أنا أستاذنك بناخذ الفاصل ونرجع نستكمل ما تبقى. هلا الرحب والسلام. فاصل ابقوا معي. اهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الكرام في هذا اللقاء الخاص مع صاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن سعد امير منطقه حائل، وايضا عراب النجاحات الموجوده الان بالمنطقه. مره اخرى توقفنا قبل قليل عن موضوع الفعاليات المصاحبه، هل يعني من خلال هذه نرى فعاليه جديده مصاحبه ممكن؟ هذا ما نتطلع له، لكن نبحث كذلك على فعاليات نوعيه. نعم. نوعيه مضافه ان تكون. اليوم يعني جميع هذه المفاهيم وجميع ما يتطلع له 70% من محيط على سبيل المثال الرالي هو فئة الشباب. صحيح. فئة الشباب، فلا بد أن تكون الفعاليات تحاكي هذه الفئة وتتعامل معها وتكون يعني جاذبة حقيقة للحضور من ناحية النوعية والكمية. نعم. سمو الأمير حائل الآن تستضيف المرحلة الأخيرة طبعا من بطولة العالم الرالي، بعد أسابيع تستضيف المرحلة أو الانطلاقة الأولى لرالي دكار. هل يعني أصبحت حائل الآن عاصمة للراليات الصحراوية بشكل واسع؟ حائل يعني لم تتحصل فقط على هذه البطولات من باب الرغبة، تحصلت عليها من باب القدرة المكانية. يعني اليوم التكوينات اللي موجودة في حائل هي تضعها على موقع وخارطة هامة جدا لمثل هذه الرياضات. أنا أعتقد أنه كذلك القدرات التكوينية في حائل لم نستثمر منها إلا فقط الرالي. يعني أنا أطمح في يوم من الأيام إن شاء الله أن يكون هناك بطولات الصحراء اللي من ضمنها الرالي فقط. لابد أن تكون هناك بطولات خاصة في الصحراء وتكون عاصمتها حائل. حائل مثل ما شفتوها يعني تضاريسها من أغرب التضاريس اللي قد تجدها. أنا أقولها دائما فيها سبحان الله من الحميمية في طبيعتها، يعني مستحيل على زاوية بسيطة مربع بسيط تأخذه تجد النفود وتجد السهل والشعيب والجبل في نفس الموقع وهم في لحظة احتضان. يعني هذه قد تكون يعني صعبة أن تجدها في مواقع في العالم. حائل لديها القدرة وحقيقة ليست في موقع أو موقعين، هي سمة موجودة في طبيعة حائل. كل هذه ممكنات، كل هذه أمور تجعل إن نثري كثير من الأمور، سواء بداية من رياضات الهايكينج وال 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 إلى الرياضات الصحراوية
وما شابه من هذه الرياضات، أعتقد أن لدينا المخزون الهائل في إبرازها. في شيء نقدر نفصح عنه الأمير إذا كان في شيء؟ والله نتطلع حنا يا طويل العمر مع الجهات المعنية اليوم أنه يعني أن تكون هناك، ماني بقول ابتكارات رياضية، أنا أقول حقيقة في بعض الرياضات اللي موجودة مثل التزلج على الرمال وما شابه ذلك من هذه الرياضات، مع رياضات قد تكون خاصة في ما يتواءم ويتلائم مع طبيعة المنطقة، وتكون بطولة نطمح في يوم من الأيام أن تكون بطولة دولية معترف بها. في أشياء كثيرة ترى دخلت في الأولمبيات ودخلت، لم تكن في يوم من الأيام في الأولمبيات، لكن حينما وضعت لها خطى معينة وبروسيجر معين وأتت اللجنة الأولمبية أقرتها، حنا نطمح خلينا نبدأ كبطولة ونبدأ من خلالها السجل. هذه الثقة في الرالي اللي أنت تتكلم عنها الآن، لو أنا سألك هالسؤال في نسخته الأولى ما لن تكن تتكلم معي بهذه القوة والقدرة والثقة في الرالي. اليوم خلونا نبدأ، إذا بدأنا نستطيع أنه إن شاء الله في يوم من الأيام نجدها. طبعا أنا أرجع وأقول هذه ما زالت أطروحة وبحاجة إلى الدراسة وبحاجة إلى التفصيل، وترى الجهات المعنية إمكانية تطبيقها من عدمه كل هذه الأمور، لكن ما زلت أحلم وأتطلع أن تكون في يوم من الأيام وسأعمل على ذلك بإذن الله. احنا طبعا كإعلاميين وكمتواجدين من بداية الرالي يعني نقول دائما انه هذا الرالي اعطى نموذج ايجابي لعملية الاستثمار واستغلال الموارد الطبيعية، وهذا ذكاء طبعا ايضا المسؤولين والقائمين على الحكام الاداريين على المنطقة، استفادوا من خلال زي ما تفضلت سموك انه هذه وسيلة وليست غاية، يعني رالي حائل، وهذا دعوة للجميع ممكن يحتذى بهذا الفكر وهذا الخطة التي قدمتوها من خلال مسار 17 عام إلى الآن تؤخذ بعين الاعتبار. طيب سمو الأمير، احنا برضو نتكلم عن النواحي الاستثمارية طبعا، يعني نشاهد بين الحين والآخر إعلان من أمانة منطقة حائل من قبل، أو نقول إعلان من قبل الجهات الحكومية مثل أمانة حائل وغيرها، العديد من المواقع الاستثمارية للاستثمار بالمنطقة، هل يرى سموكم أن رالي حائل ورالي دكار ساهم في جلب المستثمرين للمنطقة؟ ما في شك يا طويل العمر، أنا ماني بحكي برجع يعني بأطروحة حائل عشان أأتي بالرالي وانعكاساته على الاستثمارات في المنطقة. حائل تستطيع أن تبرز نفسها مثل ما نقول في المجال السياحي، أعتقد أنها أيقونة، ويجب أن أقرن الرالي في السياحة. يعني أنا ما أبغى الرالي هو انطلاق عربة، أنا أبغى كذلك الرالي أن يكون انطلاق فكر وانطلاق اقتصاد وانطلاق موروث وانطلاق هوية محلية. حائل يا طويل العمر لديها من العمق التاريخي اللي يتجاوز 350,000 سنة، هذه من موقع معين مكتشف بجوار مدينة جبة. هذا العمق أعتقد أنه بحاجة إلى توقف العالم، ما هو توقف مركبة رالي، توقف العالم لمشاهدته وقراءته. بالفعل حائل لديها، أنا أقول كثير من مشاريعنا قد تكون مواقع معينة تصطدم في بيروقراطية عمل، تصطدم في 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 أي كان، أنا أصطدم في كمية الآثار اللي أجدها تحت الأرض. هذه يعني أنتم أتيتم من خلال الطريق الدائري، الطريق الدائري توقف عندنا مسافة أو مدة معينة عشان بس إزاحة
بعض الآثار اللي موجودة في 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 الموقع. اليوم يا طويل العمر لدي عدة مشاريع كذلك مصطدمة في الزخم الهائل من كمية الآثار. كل هذه الأمور أعتقد يجب أن يكون في لينك، في علاقة بينها وبين الرالي. يجب الرالي أن يكون أحد الجسور اللي يسوق لي قدرة حائل التاريخية السياحية اللي بإمكانها نحطها. عندنا شويمس، عندنا جبة، عندنا فيد، عندنا لو بعدلك مواقع كثيرة حائل إلى هاليوم وهاللحظة هي تصنع تاريخ إلى هاليوم وهاللحظة. عندنا يعني في لشخص معين نار بن عبيتة على قولهم يعني لها ما طفت لها حول 80 سنة وهي شابة إلى الآن، حفيدة هو اللي يشبه. هذا 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 بحد ذاته مزار. يعني هالإرث اللي موجود في 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 هذه المنطقة وقريب من 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 تناول الجميع. الحائط لدي اكتشاف اللي تم قبل فترة للملك نابونيد، عمق كبير جدا ويستحق أن يكون مهرجان. يعني حائط القديمة نفسها لو تكرمتم وزرتوها سيبقى المشهد والصورة اللي تراها في الحائط عالقة في ذهنك، لن تمتسح ما دمت حيا. الجمال اللي موجود في 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 علاقة الإنسان والمكان من قصائد جاهلية إلى ما وراء ذلك. علاقتنا بالعلاقة المنطقة، أنا أقولها أي ذرة رمل، وهذا ما هي بسمة فيني، سمة في كل محب لهذا الوطن. أي ذرة رمل تأتي طائرة في 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 الهواء أنا أمسكها وأقعد أسولف معها، يعني أعرف من وين هي جاية ولها قصة. دائما ترى كثير استفادوا من قصصنا وحنا لم نستفيد منها. عرفنا كثير من قصصنا بألسن غيرنا. اجعلونا اليوم نقدم قصصنا بي 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 بأبنائنا بمواقعها الأساسية التي ما زالت إلى الآن شاهد على زمنها ووقتها ومكانها. اليوم عندي في جبة رسم لعربة، نقش لعربة بالخيل عمرها 3800 سنة. إذن أين تم ابتكار العربة؟ هذا يجب أن نتوقف عنده. التاريخ حافل موجود، حائل لديها 1000 قصة، وقصة بإمكانها أن تقدمها مثلها مثل باقي مناطق المملكة اللي حقيقة الحمد لله يعني نسعد ونفخر بي 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 بهذا الإرث العظيم وهذا الموروث العظيم وهذه الثقافة العظيمة اللي يقف عليها أبناء هذا الوطن. طبعا تأكيد الكلام يعني في كثير من النقوش والأثار سجلت في اليونسكو، ما في شك يا طويل العمر. يعني وأنا أؤكد لك اللي موجود تحت الأرض هو أكثر بكثير مما نشاهده فوق الأرض. اليوم موجود من هالأحفوريات وهالكنوز اللي موجودة شيء مهول جدا. أتطلع أنه إن شاء الله في يوم من الأيام يتم استثماره بالخط العريض وبقدرة وإمكانية من هذه الدولة العظيمة اللي الحمد لله تقدمنا اليوم إلى العالم بكل فخر وعزة.
فاصلنا الأخير سمو الأمير، نأخذ هذا الفاصل ونرجع نستكمل ما تبقى لدينا من الحوار، ابقوا معنا. من جديد مشاهدينا الكرام، نسكن معكم متوقع لدينا في حوارنا هذا سمو الأمير. بصراحة الحديث معك دوشت والوقت معك لا يمل، والحديث الذي تتحدث عنه خاصة عن ما يتعلق بالشباب يثلج الصدر ويعد الدفع والمعلومات الإيجابية. نبي نتحدث برضو عن الميزة النسبية الجاذبة للاستثمار اللي تتميز بها المنطقة. يا طويل العمر، يعني في كثير من العناوين والمواقع العالمية اللي يقدموا مواسمهم لمدة شهر أو شهرين ك ك ك كسياح في العالم. حنا لدينا في منطقة حائل 8 أشهر الجو مناسب للسياح، وليست شهر ولا شهرين. لدينا الإمكانية والقصص والتاريخ اللي بإمكاننا نفعل هذه الأدوار. لدينا من المستشرقين في كتب التاريخ من ذكروا هذه المنطقة، ومناطق العبور اللي مروا عليها ما زالت موجودة إلى الآن في كتبهم وفي الواقع، ما زالت إلى الآن موجودة. اختزلنا منهم ربما يكون 14 مستشرق لأهم 14 كتاب، وسنجعلها إن شاء الله في يوم من الأيام رودز، طرق سياحية تستثمر. اليوم لدينا مهرجان وفعالية في درب زبيدة، أعتقد أنه سيضفي كذلك وسيأخذ حقه في العالمية إن شاء الله، وهو الآن في تدرج وقفزات رائعة. الموضوع السياحي في حائل غني 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 إلى أبعد الحدود، وأنا أركز على الجانب السياحي في هالأمر عشان هو حقيقة أكبر جانب يستطيع أن يبتلئ لي شريحة كبيرة ويفتح آفاق كبيرة للعمل والوظائف والاستثمار، فهو أعتقد من أهم الروافد الأساسية لي في المنطقة. طبعا حائل مناخها وتربتها ومياهها تترك لنا مجال كبير في فتح مهرجانات على سبيل المثال زراعية تختص في الحمضيات. قبل أسبوع مفتتحين مهرجان الحمضيات في منطقة حال، وأعتقد أنه هذه الخطوة، ما أنا لن أطلق عليها الخطوة الأولى، أنا أقول هذه الخطوة التشجيعية عشان أتقدم إلى الخطوة الأولى إن شاء الله في السنة القادمة، ويكون كذلك من ضمن هذه المهرجانات اللي تفعل أدوار هذا القطاع الهام. حائل لديها الإمكانية في القدرات التعدينية طبعا بشكل كبير جدا، وتستطيع إن شاء الله بكل قوة أن 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 تثري القطاع المعني في ما لديها من مخزون. كل هذه الأمور أعتقد أنها أساسية في الحراك الاقتصادي، أساسية في الثقافة المجتمعية. أنا أبحث الآن على قولهم، لدينا ورقة في الخارطة السياحية اللي هي اسمها 5×5 الخارطة، لكن ما يخص حائل لدينا ورقة كذلك حائل بالحواس الخمس،
لابد كل من أتى حائل أن يستشعر حائل برائحتها، حائل بطعمها، حائل بالبصر، حائل باللمس، حائل بكل حواسك الخمس، يجب أن تستشعرها. إذا ما استشعرتها فبالتالي أنا لن أترك فيك انطباع سيبقى معك. هذه الأمور حقيقة مع الجهة المعنية حقيقة نلعب في إعداد ملف هام ربما يكون في محور الأسبوع القادم من أهم الاجتماعات اللي سيثرى فيها هذا الملف من خلال وزارة السياحة وحقيقة هيئة تطوير حائل ومنطقة حائل كمنطقة بأبنائها وتكويناتها. هذا ملف عالي جدا، وأعتقد أنه اليوم حنا بحاجة إلى تأصيل الهوية المحلية في كل منطقة وليست في حائل فقط، من أجل أن, 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 أن نضع خارطة سياحية لهذا الوطن. أنا ما أبغى واحد يقول والله أنا زرتكم في المملكة، أقول له وين رحت؟ قال أنا جيت الرياض ولا جدة ولا شرقية ولا جيت حائل، ويقول أنا زرتكم في المملكة. المملكة أوسع من هالكلام والمشهد أكبر من هالكلام، ويجب أن نثري جميع هذه الأطروحات. أنا أبغى أشوف ما هي علاقة حائل في جازان، ما هي علاقة حائل في عسير، ما هي علاقة حائل في مكة المكرمة، في المدينة، في الرياض، في المنطقة الشرقية. لابد أن نظهر التباين من أجل أن نجعل توافق في الأطروحة. يجب أن لا تكون أطروحتنا واحدة، يجب أن نبرز هوية حائل، والقصيم تبرز هويتها، والجوف تبرز هويتها، وكل المناطق تبرز هوية محلية بالحواس الخمس اللي أنا ذكرتها. ستكون هذه الصورة جميلة بتعداد ألوانها ومتناغمة في أطروحة وطن كامل. سمو الأمير، الكلام إن شاء الله بإذن الله القريب العاجل نشاهد على أرض الواقع، بإذن الله يكون يعني روافده خاصة بالمواطن وبالشباب اللي متواجدين. ما في شك، تفضلت أن تنافس عليهم. كلمة أخيرة سمو الأمير. كلمة أخيرة، أنا حقيقة يعني أسأل الله العلي العظيم أن يمد الجميع بالتوفيق، وبلساني ولسان أبناء المنطقة ولسان أبناء الوطن أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى هذه الدولة المباركة بقيادة سيدي ومولاي خادم الحرمين الشريفين، وإلى سمو ولي عهده اللي حقيقة لم يترك مجال ولا موقع ولا تكوين إلا دفع بجميع قدرات هذا الوطن أن يكون في المنصات الدولية. وكذلك أقدم شكري حقيقة لأبناء الوطن أينما كانوا، يعلم الله أنهم يسعدون دائما في كل المحافل الدولية، سواء كانوا في المنصات التعليمية، سواء كانوا في المنصات الرياضية، سواء كانوا في المنصات الثقافية. جميع محافلهم كان ابن الوطن رمز مشرف. الشيء الثالث، هذا الوطن العظيم اللي حقيقة نفتخر أننا ننتمي له، ونسيجنا وحتى بشرتنا من هذه التربة مقاربة جدا، وهذا شيء عظيم. يعلم الله ما وجدت على ظهر هذه البسيطة حبا وانتماء وعشقا مثل ما وجدت
ابن هذا الوطن وهذا الوطن فيها هذا التناغم العالي والرائع اللي نسأل الله أن يديم على هذا الوطن السعادة والرخاء. شكرا، شكرا لك سمو الأمير، شكرا أيضا لكم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، شكرا للزملاء يعطيهم العافية. هذه التحية تقبلها مني ومن الوقت قناة الرياضية، من هنا من حائل، دمتم على خير.